السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إخواني الكرام في مقطع جديد خاص بثغرة الحصول على اللاعب شو تيم إن شاء الله، أو لاعب أسطوري من هذا الباكج، منهم رودريغو يعني روديغر وباقي اللاعبين كريزمان ويعني باقي اللاعبين كما ترون على الشاشة. إن شاء الله سوف تحصلون على أحد هؤلاء اللاعبين دون تقديم. إخواني الكرام، هذه الثغرة هي ثغرة أجنبية، أنا قمت باللف سابقا وسوف يعني أريكم يعني خطوة هذه الثغرة، وجربوها إن شاء الله لما لا يعني تحصلون على أقوى لاعبي هذا الباكج وتزيد حظوظكم للحصول على يعني ليفاندوسكي أو أروخو أو باقي اللاعبين إن شاء الله. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند رودريغو مرتين دون الإطلاع على إحصائيته، ثم نفس الشيء إخواني الكرام عند مورينو. بعدها يا أخي الكريم سوف ننتقل عند يعني جيمينيز مرتين دون الإطلاع على إحصائيته مرتين كما قلنا، ثم نفس الشيء أخي الكريم عند كريزمان المرة الأولى ثم المرة الثانية. بعدها يا أخي الكريم سوف ننتقل عند يعني روديغر أربع مرات دون الإطلاع على إحصائيته، ثم الثالثة والرابعة. نفس الشيء سوف نقوم به عند كوبو المرة الأولى ثم المرة الثانية والثالثة والرابعة. بعدها سوف ننتقل مرتين والإطلاع على إحصائيات أروخو المرة الأولى ثم المرة الثانية. إخواني الكرام، نفس الشيء سوف نقوم به عند ليفاندوسكي المرة الأولى ثم الثانية. إخواني الكرام، ليفاندوسكي يصل ليفل ماكس الخاص به 101 داخل التشكيلة، يعني لاعب أسطوري. بعد اتباعكم لكل هذه الخطوات ما عليكم سوى الخروج واللف باللفة المجانية. أنصحكم فقط لفوا باللفة المجانية، لا تلفوا بالكوينز في هذا الباكج، قوموا باللف في باكج الإيبيك بالكوينز، أما يعني باكج شوتيم قوموا باللف فقط باللفة المجانية.